حوالي الساعه 7 من صباح اليوم وعلى مستوى جامعه شبيكه باقليم طنطان اصطدمت حافله لنقل الركاب بشاحنه. حادث ماساوي ذهب ضحيته 33 شخصا اغلبهم من الاطفال شاركوا في منافسات البطوله الوطنيه للمدارس الرياضيه ببوزنيقه وكانوا عائدين الى مدينه العيون بعد مشاركتهم في هذه المنافسات. الروبورتاج التالي ننقله لكم من مكان الحادث الماساوي واحتراما لمشاعر اسر الضحايا الذين نقدم لهم التعازي ونتقدم لهم وندعو لهم بالصبر فإننا تحفظنا في نقل صور الفاجعة. الحافظ محضر زكية بلقاس وعبد الرحيم حجي. المركز الاستشفائي الإقليمي بطنطان حيث ما زال عدد من الجرحى يتلقون الإسعافات الضرورية على إثر إصابتهم في هذا الحادث المأساوي، وقد لفظ اثنان منهم أنفاسهما نتيجة الجروح البليغة التي أصيب بها. الحالة الصحية للناجين هي كالتالي: استقبل مستشفى الإقليمي بإقليم طنطان 10 ضحايا حادثة السير بالطريق الوطنية الرابطة بين إقليم طنطان وإقليم العيون، حيث كان عدد الجرحى 10، من بين هذه الجرحى جوج ديال الحالات كانت حالة ديالها حرجة اللي استدعت النقل ديالها عن طريق مروحية خاصة لنقل هذه المريضة إلى مستشفى الاختصاصات بالحروق. جهود إنقاذ المصابين استدعت نقل عدد من الجرحى عبر مروحية طبية للاستعجالات تابعة لوزارة الصحة إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن الطفيل بمراكش لتلقي العلاجات الضرورية. فرق الوقاية المدنية والدرك الملكي والسلطات المحلية كثفت جهودها لإسعاف الناجين ونقل جثامين ضحايا هذا الحادث الذي وقع صبيحة اليوم على الطريق الرابطة بين طنطان والعيون على بعد 54 كيلومترا من طنطان. وقائع الحادث على لسان أحد الناجين: الناس النص اللي كانوا راكبين كل شيء كان ناس، عرفتش اخويا كنا ناعسين تقريبا ديك 6 الصباح 5 ونص ناعسين ما علينا ما بينا كتسمع الدقه اين فوا كتسمع الدقه اين فوا من نفس الوقت كتشعل العافيه. الاصطدام اللي وقع واحد الانفجار، يعني داك الانفجار قوي، يعني هذاك الكيميو عنده دي برودوي، يعني لي برودوي اللي تشعل فيهم النار كثيره. حادث مروع وأليم يدق من جديد ناقوس الخطر لمستعملي الطريق ويبين أن الطريق تقتل والسبيل الوحيد هو تحمل المسؤولية. حالة من ثلاث حالات أخرى في وضعية حرجة تم نقلها جوا على متن مروحية الطب الاستعجالي التابعة لوزارة الصحة إلى مستشفى ابن طفيل بمراكش قصد تلقي العلاجات الضرورية. أمين علام المعتصم بالله البعزاوي والمهدي مورين. استقبلت مصلحة المستعجلات بمستشفى ابن طفيل التابع للمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش طفلة تبلغ من العمر 12 سنة كانت من بين الناجين من الحادثة المفجعة التي وقعت صباح اليوم على مقربة من مدينة طنطان. الطفلة تم نقلها بواسطة المروحية من مستشفى الحسن الثاني بطنطان باتجاه مراكش في حالة حرجة إذ تعاني من حروق بليغة صنفت من الدرجة الثالثة. تم تجنيد 14 سيارة ديال الإسعاف، منهم أربع سيارات من نوع سمور يعني مجهزين، وعشرات سيارات من فئة باء لنقل الجرحى والوفيات. العناية الأولية تم تقديم ديالها بمستشفى طنطان، كانوا عشرة ديال الجرحى، ستة تلقاو العلاجات ديالهم في عين المكان وغادروا المستشفى ديال طنطان، وكما قلت أربعة تم التوجيه ديالهم نظرا للخطورة ديال الحالة ديالهم للمستشفى الجامعي، حالة ديال حروق مستعصية وثلاثة الحالات اللي عندهم يعني دي بوليتروماتيزم جروح وردود مهمة. وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية فقد اتخذت إدارة مستشفى ابن طفيل كافة الإجراءات والتحضيرات لاستقبال باقي المصابين الذين من المتوقع أن يصلوا إلى مراكش مساء هذا اليوم، حيث سيشرف طاقم طبي متخصص على تتبع حالتهم الصحية. وكنا قد أجرينا ضمن النشرة الاستثنائية التي أدرجناها في وقت سابق اتصالا هاتفيا مع السيد محمد جرو النائب الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة بطنطان الذي أطلعنا على مجموعة من المعطيات نعد الاستماع إليها.
اولا عزاؤنا واحد في هذا المنفرد الجلال باسم الشيخ باسم اطور نيابه وزاره الشباب والرياضه بطنطان. كان يعني كنتقدم تعازي الحاره لعائلات الضحايا الذين فقدوا في حادث جامعه قرار الشريك في طنطان حوالي السابعه صباحا هذا يوم الجمعه المبارك، اثر اصطدام حافله نقل ساكيان مع شاحنة لنقل الاسماك محمله ربما بدون حسب صحيح من صحيح لنا وصحيح القنوات الوطنيه. السائق الثاني اللي نجا الى جانب عشرات ديال الناجين بينهم بعض الاطفال طفلتين وطفل وطفلين. الطفله الاولى فيها نظر جروح يعني وحروق من الدرجه الثالثه نقلت على مروحيه وفرات وزاره الصحه المدينه الى عيون تبع مستشفى اختصاصات بمراكش. المصاب الثاني بحمدون محمد نقل الى جانب العيله الرافعي الى المستشفى العسكري بورميل، بينما 33 ضحيه اللي كانوا على الحافله قضوا كلهم ونقلوا الى مستودع الاموات في مدينه بورميل كذلك. الحديث حتى بشهور العيان هو انتقال واصطدام الشاحنه مع الحافله بعد مقتل كيلومتريه 42 غرب طنطان. الاطفال اللي كانوا شاركوا في الدوره هذه يعني كانوا على متن هذه الحافله، وكان القضاء كان مسموح ديال العيد متكون 24 من الافراد في واحد الاطار من جلس مدينه مراكش، بينما خويا واصلوا السير فيهم ثلاثه ديال المرافقين بما فيهم البطل العالمي محمد بن دار العاب القوى واطار مساعد وموظف بالمدينه الاقليميه من مكتب الرياضه. كان قدم عائلتهم التعازي الحاره، باقي الاطفال فقدنا 19 ديال الاطفال الى جانب اخرين كانوا على مثل هذه الحافله بما فيهم بعض المسافرين.